مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا على جد مقربة من المركز ديال الدرك الملكي في الموضوع ديال ملاك 8 سنوات. خبر الآن تبعوا معايا غادي نشوفوا كيفاش تلقات ملاك. مشاهدينا الكرام ملاك لقاوها رجال الشرطة مشكورين قدموها للدرك، هي كما كتبعوا معانا على جد مقربة من الأم ديالها. وأخيرا وأخيرا الإسلام وأخيرا ملاك تلقات رجال الشرطة مشكورين بشكل كبير. حاليا طبيعة الحال رجال الدرك غادي يقوموا بالإجراءات القانونية وتكملوا الأبحاث ديالهم حول سبب اختفاء ديال ملاك. ملاك بين أحضان أمها، وهذا ما كنا نطمح إليه ليلة أمس. مشاهدينا الكرام الفرح صراحة يعم في العائلة. تعليق المواطن، شكرا لكم.